إلى حكومة الاحتلال الصهيوني وعلى رأسها نتنياهو. أنت تعلم وأنا أعلم أن الصراع الذي يقوم بيني وبينك صراع عقائدي وجودي أزلي لن ينتهي، وأنا أعلم أنك ستترجم هذا الكلام. الصراع القائم بينك وبين أصحاب الأرض والمسجد صراع عقائدي. ما تفعله اليوم في المسجد الأقصى يسوءنا، ولا نملك في أيدينا حيلة الآن، ولكن تعلم في كتابك المقدس يقول: أجمعك بها يا إسرائيل ثم أذبحك بها ذبحة. وأنت تقرأ هذا في كتابك المقدس، ونحن نقرأ في قرآن العظيم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. أنتم شرقي نهر الأردن وهم غربيه، فيقتل المسلمون الدجال. هذه رسالة لك، يجب أن تعيها وأن تفهم مضمونها ومقتضاها. والعقيدة تعلم أننا قد نمر بحالات من الضعف المادي، بحالات من شراء الذمم، من حالات من التفرق والشرذمة، هذا موجود، وسيرة نبينا تدل على أنه كان موجود.